كأن مهندسا زراعيا كان يعمل في إحدى القرى المصرية، ركب القطار في طريقه إلى القاهرة، وجلس بجانبه فلاح مسن من أهالي القرية. لاحظ المهندس أن بين قدمي الفلاح كيسا، وخلال الطريق كان الفلاح يقلب الكيس ويخلط محتوياته كل ربع ساعة، ثم يعيد تثبيته بين قدميه، واستمر على هذا الحال طيلة الطريق. استغرب المهندس الزراعي تصرف الفلاح فسأله: لماذا تقلب هذا الكيس وتهزه؟ قال الفلاح: هذا الكيس فيه جرذان وفئران، ولو تركت الكيس من دون تقليب وهز لأكثر من ربع ساعة ستشعر الجرذان والفئران بالراحة والاستقرار، وسوف تتوقف عن التوتر الغليزي، ولن يطول الوقت حتى يبدأ كل واحد منها بقضم الكيس ومن ثم ثقبه، لذلك أهزه كل ربع ساعة كي أثير خوفها وتوترها فتنشغل بالعراك مع بعضها منساقة بغرائزها وتنسى الكيس. ألقاكم في المساءات الجميلة.